مساء الخير والفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة، وعندنا فقرات كتير النهاردة، لكن فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن السمنة المفرطة في مصر. قد إيه في عدد من الناس عندهم سمنة مفرطة في مصر؟ قد إيه السمنة المفرطة دي عاملة لهم مشاكل نفسية وصحية كبيرة جدا؟ إيه الحلول بقى؟ في دلوقتي حلول جذرية اللي تقدر إن هي تعالج السمنة المفرطة ومشتقاتها، واللي هي بقى أمراض كتير جدا بينتج عنها أمراض كتير جدا. تحويل المسار وتكميم المعدة من الحاجات اللي بتساعد في ده بشكل كبير جدا، هنتكلم عنهم النهاردة، وهنعرف السمنة مع كبار السن أخبارها إيه، وعمليات تحويل المسار وتكميم المعدة أخبارها إيه مع كبار السن، مع ضيفنا العزيز اللي دايما بنسعد بلقائه وناس كتير بتستنى اللقاء ده الحقيقه وبتسالنا عنه، الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والسكر بطب عين شمس، واستاذ بوحده جراحات السمنه بطب عين شمس، وزميل كليه الجراحين الامريكيه، وزميل الكليه الملكيه للجراحين بلندن، وعضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. يا اهلا يا دكتور كريم. اهلا بيك يا استاذ. دايما موضوعات مختلفه ومتنوعه، وانا عجبني جدا ان اول سؤال نسبة السمنة المفرطة في مصر بالنسبة للعالم، طمني بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وسائر المشاهدين. لا طبعا حاجة جدا، هو احنا يمكن رقم واحد أيوة. في القارة الإفريقية. بس الله يطمنك. نسبة السمنة. آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية WHO قالت إن احنا رقم واحد في القارة الإفريقية على مستوى القارة، احنا رقم واحد في السمنة المفرطة. رقم 14 بالنسبة للعالم كله، احنا أشهر ناس في العالم في رقم 14 في السمنة المفرطة. نسبة بقى الشباب اللي هم من 20 ل 40 سنة، أيوة. من 20 ل 40 سنة احنا رقم واحد في العالم كله بالإصابة بالسمنة المفرطة. دي حاجة عظيمة. يعني سن الشباب احنا متفوقين على العالم كله في الإصابة بالسمنة المفرطة. طب وبعدين يا دكتور كريم؟ ده هم عاوزينك، ده العالم كله محتاج دكتور كريم صبري كده يا جماعة ينقذ الموضوع ده. نسبة السمنة فعلا كبيرة جدا جدا، يعني احنا في مصر الحقيقة طبعا دي آخر إحصائية من منظمة الصحة العالمية، دي حاجات يعني موثقة يعني. فعلى نسبة السمنة لا يستهان بيها، 10% من الأطفال في مصر مصاب بالسمنة المفرطة المرضية، مش أوفر ويت يعني. أيوة أيوة. لا لا، هو مصاب بالسمنة المفرطة، أكتر من 10%. أكتر من 37% من شباب مصر مصاب بالسمنة المفرطة، يعني لكل 100 واحد فيهم 37% عنده سمنة مفرطة، يعني ده اللي عدى معامل كل الجسم بتاعه فوق ال 30. يعني وطبعا كل سنه ده بيتغير بيزيد، فاحنا في الطالع يعني. طبعا الحياه اللي هي المميكنه بتاعتنا او الحياه اللي عايشينها بالفاست فودز والجانك فودز والحاجات دي طبعا بتزود نسبه السمنه بصوره كبيره. الحل بقى في الحاجات دي، احنا المواجهه مظبوط، وده اللي احنا بنعمله انا وانت دلوقتي، ان احنا بنواجههم. تحويل المسار يا جماعه عمليه هايله، وانا بعيني شفت دكتور كريم عامل عمليات، بعيني بقى، مش حتى التقرير. ايه ده؟ ايه النتائج دي؟ اختلاف يا دكتور كريم؟ اختلاف تام طبعا، لان السمنه المفرطه المرضيه طبعا لازم نواجهها. انا بقول ليه سمنه مفرطه مرضيه؟ بقول ان طبعا كل يعني السمنه عباره عن مرض، يعني هي مرض جازم المضاعفات او حتمي المضاعفات. مصاب بالسمنه المفرطه حلل بس، يعني انت كده اعمل شويه فحوصات، وانت دلوقتي ما انتش عارف ايه اللي عندك. لما تقدم على عمليه وتيجي بنطلب منك فحوصات عشان نحضرك العمليه، بتلاقي في دهون في الكبد، نسبه كبيره جدا بيكون عندهم ارتفاع في انزيمات الكبد، هو مش عارف سببها، بسبب الدهون الزايده في الكبد، دهون متراكمه في الدم، كوليسترول فوق 300. هتلاقي عندك معظم الناس اللي هم كبار السن اللي عندهم سمنه مفرطه مركبين دعامه او اثنين او ثلاثه. الناس اللي عندهم سكر وعندهم سمنه مفرطه هتلاقي داخل في بتر، يعني بتر اصابع وبتر اقدام بسبب السمنه المفرطه. فعايز اقول انه، وهتلاقي معظم الناس برضو مقدمه على تغيير مفصل بسبب زياده الوزن الزائد على المفاصل اللي مش متحمله. البنات اللي هم في سن صغير على طول بتلاقي البنت اللي هي مقبله على الزواج عندها تكيس مبيض وعلى اضطراب في الدوره وتاخر في سن الانجاب بسبب السمنه المفرطه. تكميم المعده او تحويل المسار هي من العمليات السهله التي تجرى خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من ليله في المستشفى، يعني 12 ساعه في المستشفى ما بعد العمليه، ترجع لشغلك ونشاطك ودراستك بعد يوم واحد من اجراء العمليه، ما بنقعدش بقى بالاسبوع. هي جراحات يعني بينلس، يعني الفتحات صغيره، مفيش الم خالص. الفتح الجراحي ده خلاص يعني عاده قديمه من عشرات السنين، ما بقاش حد يعمل الفتح الجراحي في عمليات السمنه، كلها فتحات منظار بسيطه. فيعني
يعني حل جازم سريع محسوب الوقت لإنقاص الوزن هي عمليات التكميم أو التحويل أو العمليات الأخرى اللي بنجريها زي تحويل المسار الاثنى عشر أو التكميم مع التحويل. وبعدين أنتم متخيلين لما تعملوا عملية تنقذوا بيها حياتكم في خلال ربع ساعة أو تلت ساعة أو نص ساعة مثلا بالكتير؟ خلينا نقول في الأول طبعا احنا نقلنا لايف. أنت مرة عملت لايف تسع دقايق. تسع دقايق يا جماعة. بس انا عشان نستوعب العقليه طبعا مع زياده الوزن طبعا كل ما بيزيد الوزن الوقت شويه قد تصل لساعه، لكن توتالي انت في خلال 12 ساعه تخرج من المستشفى. اكيد العمليه اللي هتعملها وتخرج فيها في خلال 12 ساعه اكيد دي عمليه يعني مش كبيره. اكيد طبعا. طب احنا عاوزين نتكلم شويه عن السمنه الموضعيه. احنا عارفين ان مريض السمنه المفرطه لما بيخس بيبقى محتاج شويه تظبيطات كده، ده برده بيتعمل ازاي؟ شوفي حضرتك، انا هو بالنسبه للوزن يعني لو هو مش مصاب بالسمنه المفرطه يعني هو ما عملش عمليه موضعية. هو سمنه بس موضعيه زياده مثلا في 10 كيلو زياده او 15 كيلو زياده متركزين في منطقه البطن الفخذين الدراعات الظهر السادي، الحاجات دي اسمها تنسيق قوام لي او علاجها كعلاج سمنه موضعيه سواء بالشفط او الشد. الشفط سواء بالطرق التقليديه او الفيزر او الليزر دي حاجات كلها يعني بنشوف بقى الجلد ده سليم او مش سليم، كميه الدهون قد ايه، هيحصل ترهل ولا لا، يعني بنقيمها ونعالجها سمنه موضعيه مش لازم يعمل تكميم او تحويل. ما بعد عمليات السمنه اللي وزنه 200 كيلو اكيد هيترهل جلده، اللي وزنه 180 كيلو اكيد هيترهل جلد شويه، ما احنا هنعمل ايه؟ ما هو لازم احنا ننزل وزننا كويس وبعد كده بنشوف الجلد الزائد ما بعد عمليات انقاص الوزن هيبقى وضعه عامل ازاي؟ لو احنا متقبلينه والله يعني لقيت نفسك متقبل شويه الترهل دول خلاص ما تعملش حاجه. مش متقبلهم احنا بنعمل ليفتنج للجلد الزائد ده بطرق موضعيه. طيب احنا نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية. السلام عليكم، انا اسمي هشام زكريا حجازي طبيب بشري. قررت اعمل عملية تحويل مسار المصغر عند الدكتور كريم في يوم 15/4 السنة اللي فاتت يعني بتاع 8-9 شهور، وكان وزني قبل العملية 130 كيلو ودلوقتي بقيت 87 تقريبا. وصراحة كان عندي السكر وباخد انسولين وحبوب تانية للمرض ده، وكان عندي صعوبة في النوم والتنفس اثناء النوم، وكان صعوبة في الحركة وممارسة الرياضة والامور كلها بتاعت الهوايات والحاجات بتاعت الحياة اليومية، بالاضافة لصعوبة في ايجاد اللبس المناسب والحاجات دي. العملية دي أنصح بيها أي حد في الظروف بتاعتي، ودلوقتي باكل كل اللي نفسي فيه وباخد طبعا شوية فيتامينات من بشكل يومي أو من آن لآخر يعني، وعندي نشاط زايد، رجعت لورا يعني 20 سنة تقريبا وبقيت جسمي وصحتي كويسة بشكل عام ووزني مناسب وما عنديش أي مشاكل طبية خالص يعني صراحة، ما باخدش غير فيتامينات بس. فأنا شاكر جدا وممنون للدكتور كريم، وبنصح ان اللي عندهم نفس حالتي ان هم ما يترددوش ان يعملوا العملية دي. بمناسبة التقرير ده عايز اسألك عن السمنة في كبار السن. السمنة في كبار السن هي حلها طبعا احنا بنعمل عمليات زيهم زي الاخرين، احنا بنحضرهم مظبوط لانه طبعا بيبقى عندهم مشاكل صحية قد تكون زيادة شوية عن سن الشباب، بنقيمهم ونقيم القلب والتنفس ووظائف الكلى والكبد، واحنا بنشوف التحاليل دي والفحوصات، اذا كانت اموره كويسه بيعمل عمليه عادي خالص ويوقف كل العلاجات اللي بياخدها سواء سكر ضغط مشاكل في القلب بياخد لها علاج بيوقفها، لو بسبب السمنه المفاصل برضو بيخف الضغط عليها، ربما يكون مقدم على تغيير مفصل بيوقف كل ده ويرجع لحياته الطبيعيه ويرجع في السن كمان ويرجع في النفسية وكل حاجة. أنا بشكرك يا دكتور كريم. شكرا. على وجودك معانا النهاردة الأستاذ الدكتور كريم صبري. هنروح لفاصل يا جماعة، بعد الفاصل لسه عندنا فقرات تانية كتير، استنونا.
الشعر ومشاكل الشعر المختلفة اللي ما بتخلص وما بتنتهيش، وكل يوم يجي لي رسائل قد كده، احنا اللي شعري بيقع، شعري ما بيطولش، شعري مقصف، شعري هايش، شعري عندي صلع وراسي، شعري خفيف. يعني بصوا مش عايزه اقول لكم كميه مشاكل قد ايه بتيجي على الشعر، فانا ريحتكم خالص يا جماعه وجبت لكم حاجه لطيفه جدا النهارده، يعني هتريحكم جدا وهتبسطكم جدا وهتعالج مشاكل كتير جدا من مشاكل الشعر، وهتوقف بقى المعاناه اللي احنا كل يوم بنشوفها دي. هنتكلم على منتج جديد انا شخصيا سعيده بيه جدا، لانه انا شخصيا مؤخرا يعني اول ما طلع بقيت بستخدمه وفعلا جايب نتيجه كويسه، لانه انا شعري انا من الناس اللي شعرها يعني بيطول بصعوبه شويه، فانا لاحظت فرق، يعني انا اتبسطت لانه انا لاحظت فرق في خلال وقت قصير وحلو، هو من الحاجات الحلوه اللي بتخليك تحس بفرق في وقت قصير. هنتكلم النهارده عن المنتج اللي هيبسطكم كلكم ويسعدكم كلكم، ساينو ماسي هير، مع ضيفي العزيز اللي معايا في فقرتي دي دكتور احمد رشاد احد اعضاء الفريق الطبي لساينو ماسي هير. يا اهلا يا دكتور احمد، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. بص بقى، يعني مش عايزه اقول لك والله العظيم الناس كلها زعلانه ومتضايقه بسبب شعرها، كل بيت بتلاقي فيه الازمه دي، يعني فرد كده او فردين من البيت تلاقيه متعذب بشعره بيعاني بسبب شعره. حقيقي حقيقي. فانتوا حاجه لطيفه جدا انكم استجبتوا لنداء الناس كلها وعملتوا حاجه تقدر بقى توقف المواضيع السخيفه دي كلها. اكيد طبعا، مفيش بيت بيخلو من حد بيعاني من مشكله من مشاكل الشعر، اكيد طبعا، يعني كلنا او على الاقل في فتره معينه من حياتنا عانينا من مشكله مشكله الشعر. سواء بقى يعني مشكله تساقط، سواء مشكله تلف شعر او تقصف او نقص غذاء في الشعر، مشاكل كتير جدا للشعر بنقابلها وناس كتير جدا بتعاني منها. تمام. والفكره ان كان في ناس كتير لازم تلجا لاكتر من حاجه او اكتر من منتج عشان تبتدي تعالج المشاكل دي. انا دلوقتي بقى عندي منتج واحد في كل الاكشنز دي وبيعالج لي كل تقريبا مشاكل الشعر كلها بطريقه فعاله وبطريقه امنه جدا. قول لي طب بيعمل ايه؟ انا شايفه مكتوب 6 اكشنز، شايفه يعني مكتوب 6 حاجات بتتعالج. احنا عندنا هنا طبعا ال 6 اكشنز بتوع ساينو ماسي هير. يعني اولا موضوع الستوب هير لوس، الشعر اللي بيقع، تساقط الشعر، تساقط الشعر. تمام. انا عندي طبعا تساقط الشعر مشكله ناس كتير بتعاني منها. طبعا عندي ليها انواع كتير لا داعي للخوض فيها في تفاصيل يعني. تمام. بس منها الصلع الوراثي كسبيل المثال. طبعا ساينو ماسي هير بيحتوي على بعض المواد الفعاله وخاصه ماده الساو بالميتو. الساو بالميتو دي من المواد الجميله جدا واللي ليها اكشن حلو جدا على موضوع الصلع الوراثي ده، لان هي بتوقف ببساطه الانزيم المسبب للموضوع الصلع الوراثي ده. نوع من انواع التساقط او فقدان الشعر. نوع واحد من انواع التساقط. عندي انواع ثانيه كتير بتدخل طبعا نتيجه نقص الغذاء او ضعف الغذاء. تمام. دي من الحاجات برضه من اسباب التساقط الشائعه جدا، ويمكن دي يعني الغالبيه العظمى من الناس بتعاني منها في موضوع تساقط الشعر. ليه؟ كلنا شعرنا بيقع في وقت من الاوقات، كل رجال وسيدات على فكره، طبعا وعيال بالزبط. واطفال وكله سواء لاسباب نفسيه اوقات. تمام. سواء باسباب عضويه، امراض زي الانيميا مثلا. صح. الستات اللي فاتت الرضاعه، الناس اللي عندها خلل في الغده الدرقيه. ده طبعا بيحصل في معاه تساقط في الشعر. صح. يعني بنسبه كبيره كمان. اذا ساينو ماسي هير بيعالج تساقط الشعر من كل انواعه. اوكي. سواء الوراثي او اللي بيبقى ليه اسباب ثانيه، سواء بقى اسباب تلف، سواء اسباب ضعف غذاء. كل ده بيعالج كل ساينو ماسي. اوكي. ايه تاني بيعالج؟ تاني حاجه طبعا الاكشن معانا ستيميوليت هير جروث. تمام. او بيحفز نمو الشعر، يعني هو مش بس بيوقف تساقط الشعر، لا ده بيبتدي كمان يحفز لي نمو الشعر. زي الناس اللي شعرها ما بيطولش بسهوله دي. عندي في سيدات كتير بتشتكي، والشكوى دي بنقابلها كتير جدا من السيدات. الشعر ما بيطولش. والنبي. بالظبط. والنبي. بتقص الاطراف على امل ده انا مش هبطل استخدمه. انا بقول لحضرتك اقص الاطراف. طب اللي يقعد الكفار يقول لي طب نقص الاطراف، طب اقصها وما بيطولش. ما بيطولش برضه. فعلا. مشكله. مشكله فعلا وبتحير ناس كتير جدا. دلوقتي ساينو ماسي هير حلها لي بمنتهى البساطه. تمام. يعني عادي بيحفز لي نمو الشعر بطريقه امنه جدا وبطريقه سلسه جدا، ونشوف الفرق يعني مع التجربه وبدايه الاستخدام. حضرتك هتشوف الفرق. انا لاحظت والله بالزبط. فعلا يعني بقالي حوالي 3 اسابيع ملاحظه كويس. الفرق بيبقى ملحوظ جدا، ملحوظ بطريقه جميله جدا، والنتيجه بجد بتبقى حاجه مبهره فعلا. تمام. اذا هيطول الشعر. هيطول الشعر. ايه تاني؟ تاني حاجه طبعا، تالت حاجه انكريز هير دنسيتي او بيزود كثافه الشعر. الناس الشعر الخفيف. من الشعر الخفيف. تمام. المناطق اللي هي في الشعر بتبقى خفيفه شويه.
تمام عندي المشكله دي انتهت تماما. طب انا بقول لك يا دكتور احمد، في ناس تلاقي شعرها كله خفيف بالظبط، وفي ناس بتلاقي مناطق عندها هي اللي خفيفه بالظبط. هو هو طبعا هو كده انتوا بالظبط، ما احنا حضرتك سبراي كده سبراي، بس احنا لازم يتوزع يتوزع متوازن على فروه الراس كلها كله، دي في طريقه الاستخدام بتاعه. تمام، انه لازم يتوزع على فروه الراس كلها. وبالنسبه لقصه الصلع الوراثي بقى لازم لا بنركز في المنطقه اللي فيها شوي. تركز شوي. اذا بيعالج التساقط وبيطول الشعر وبيتقل الشعر بالظبط، بيعالج الشعر الخفيف. الاكشن اللي بعد كده نورشنج هير، بيغذي الشعر. تمام. انا عندي مجموعه مغذيات داخله في تكوين ساينوماسي هير بجد، تقريبا كل اللي بيحتاجه الشعر من مغذيات. أيوه. أيوه. تمام، الناس بقى اللي عندها فعلا نقص في الغذاء تمام في للشعر، ده يبقى حل مثالي بالنسبه. تمام، برضو الناس اللي في دايت على طول دي بالظبط، يعني ما انت في دايت على طول، ما انت ما حلو لطيف بس شعرك ده هيتعذب، لازم تعوض حاجات طبعا اللي بتعمل نقص في الفيتامينز وفي المينرالز وفي حاجات كتير قوي بتاثر على الغذاء اللي وصل للشعر، وبالتالي بيسقط الرضاعه. الرضاعه من الاسباب طبعا، دي حاجه ما نقدرش نعمل فيها حاجه، طبعاً ما نقدرش نوقفها. تمام، والسيده بتتعرض في الوقت ده لنقص برضو في الفيتامينز والمينرالز، دي حاجه بتحصل كلنا بالظبط، يعني كل السيدات فعلا بتتعرض. فدلوقتي انا دلوقتي بقى عند حل مثالي وفعال وامن ان اقدر اعالج المشاكل دي وبمنتهى السهوله من غير ما الجا لادويه تاثر عليا، ولغير طبعا اعراضها الجانبيه، من غير ما تتعب لي معدتي، من غير ادويه. ممكن في ادويه، بعض الادويه بتزود الشعر في الجسم في مناطق ثانيه، تيجي تعالجي شعرك تلاقي ماشي تعالج، بس تلاقي بيطلع شعر في حته ثانيه. انا دلوقتي عندي منتج علاجي بيستخدم في المنطقه بس اللي فيها المشكله. تمام، ده بيقلل زيرو اعراض جانبيه سايد افكتس. تمام، اكشن او تاثير قوي. تمام، نتيجه مبهره، يعني ده في الاخر. طب انا احس بالنتيجه من امتى؟ انا بدات احس يعني بقالي 3 اسابيع. النتيجه بنبتدي نحس بيها من اول اسبوع. الناس اللي شعرها بيسقط بيبتدي من اول اسبوع التساقط ده بيقف. من الاسبوع الثاني والثالث بقى بنبتدي نلاقي الشعر الصغير اللي هو البيبي هير زي ما بنسميه. ده بيبتدي يظهر. ده كويس ان احنا نشوفه بالظبط، معنى كده انه الموضوع اشتغل معانا. بالظبط. بالنسبه بقى للكومبليت اكشن او الاثر العلاجي الكامل اللي احنا بنمرجه من استخدام ساينوماسي هير، ده بنشوفه 3 شهور، لان ده في الطبيعه هي دي دوره حياه الشعر اصلا. هي مده 3 شهور دي الدوره الطبيعيه لحياه الشعر. طب هل هو بيتعرض، انت عارف في ناس تحب تعمل صبغه؟ لا، نحب احنا نبهدل في شعرنا على طول اول باول كده. ناس يعني عندنا ثقافه ان احنا نستخدم مواد كتير وعلاجات كتير للشعر، سواء فيزيائيه زي يا ريتها علاجات، ده كلها حاجات بتبهدل. السشوار والصبغه دي مدمره، وللاسف ما بنعرفش نستغنى عنها. الفيزيكال والكيميكال دامج اللي بيحصل للشعر، او الضرر الفيزيائي اللي بيحصل مثلا من السشوار، من البيبي ليس والحاجات دي. تمام، اللي برضو الحاجات الكيماويات اللي بتستخدم في فرد الشعر، بعض الكيماويات اللي مش على جوده عاليه برضو، او المواد اللي مش على جوده عاليه اللي بتستخدم في مستحضرات العنايه بالشعر. طبعا ده كله بيأثر لي في الاخر، بيحصل لي دامج للشعر وتلف للشعر. ساينوماسي هير بيعالج كل ده، وغير كده كمان مفيش بينه تعارض وبين اي منتج من منتجات العنايه بالشعر، بل بالعكس ده هو بيحميني من الاثار الضاره الاثار الجانبيه بالظبط. صح. طب انا لما احطه شعري مش هيزيت مثلا؟ اقول لحضرتك حاجه، في علوم الصيدله تمام كانوا بيعلمونا ازاي نخلي الزيت ده يدوب في الميه بحاجه اسمها اللوشن. اللوشن ده هي الصيغه الصيدلانيه بتاعت المستحضر. تمام، اللوشن ده ببساطه انا بخلي الطبقه الدهنيه دي تمتزج بالميه بحيث ان هم يتكونوا خليط متجانس ومتناسج. تمام، ما يسيبش اي اثر، فحضرتك تحطيه ولا عادي جدا. اصل ساعات كان الواحد بيجيب حاجات يحطها تبقى عامله كده من هنا مش حلو، بس هو فعلا عامل زي الميه بالزبط. مش زي الميه فعلا، ما بيعملش ما حاجه. احنا الدهون دي غلفناها بطبقه من الميه، ده حقيقه فعلا علميا. انا بكلمك دلوقتي يعني ايه بطريقه علميه بشكل علمي. الدهون دي البارتكلز بتاعت الدهون دي اتغلفت فعلا بطبقه حواليها من الميه، فبالتالي ما بحسش خالص باي دهونيه خالص. والجلد بيمتصها بمنتهى الاريحيه وسهوله جدا. هل في طريقه بقى مثلا مساء مش كده؟ طبعا هو استخدامه سهل جدا ومريح جدا، واي حد يقدر يطبقه بسهوله جدا. تمام، ودي برده من المميزات برده. انا مش محتاج ان انا استخدمه اكتر من مره في اليوم، لا. هي مره واحده مساء من 4 ل6 بخات، واحيانا ممكن توصل لمرتين في اليوم على فكره لو بقى المشكله كبيره. طبعا مشكله كبيره، لو المشكله كبيره ممكن توصل لمرتين، بس هو العادي الكومون ان هو بيبقى مره واحده مساء من 4 ل6 بخات على شعر جاف. على شعر جاف طبعا لازم يعني ناكد على النقطه، وما بيتغسلش تسيبوه. لا بيتساب عادي تسيبوه. بالظبط، شعر جاف ما يتغسلش، يتساب عادي
تمام يتوزع كويس على فروه الراس طبعا، والناس زي ما قلت لحضرتك بقى اللي فيها مناطق فيها الضرر اكبر شويه بنركز فيها. بس اقول لك على حاجه كمان، هو غلط ان الواحد يغسل شعره كل يوم طبعا. طبعا ده مش حلو. المعدل الصحي لغسل الشعر بيبقى مرتين في الاسبوع كويس جدا. مرتين ده معدل لطيف. انا ربنا خلقني مجموعه زيوت طبيعيه في فروه الراس بتعمل ليها تاثيرات جميله جدا للشعر. فانا لما بغسل باستمرار بضيع الزيوت دي. تمام. انما لما يعني بقلل او ابعد شويه بين فترات غسيل الشعر، انا كده بحافظ على الزيوت دي، تقدر تغزلي الشعر بطريقه كويسه وكمان بتحميلي الشعر. طيب الحصول عليه بيكون ازاي يا دكتور احمد؟ الحصول الطريقه الوحيده ان انا اقدر احصل عليها، احصل على ساين المسيهير، ان انا اتصل على الارقام اللي موجوده على الشاشه. بيوصل المندوب لحد البيت. تمام. يعني بالنسبه للناس اللي موجوده في نطاق القاهره بيوصل في نفس اليوم، يعني عامه بيبقى خلال 24 ساعه يعني. طيب. تاني يوم على الحد الاكثر يعني بيبقى موجود. تاني يوم انت قلت لي ان مكوناته مستورده كلها. انا عاوز اعرف ايه المكونات بقى، يعني في ايه الحاجات اللي فيه؟ بالنسبه مكونات ساينوماسي هير على مستوى عالي جدا من الجوده. المكونات من مصادر اوروبيه، من فرنسا والمانيا طبعا. حضرتك عارفه والناس كلها عارفه. طب الدول دي قد ايه متطوره في التكنولوجي طبعًا بتاعتها كل حاجة. بتاع التصنيع. غير ان فرنسا ده هي بلد الجمال. طبعا بلد الجمال وبلد حاجات تجميل كلها. تمام. طبعا ابرز المكونات. ابرز المكونات مثلا هنقول معانا حاجه زي الساو بالميتو اللي قلناها قبل كده. الساو بالميتو ده اللي هو بيستخدم او الماده الفعاله الاساسيه في علاج الصلع الوراثي. تمام. وفي حاجه كمان فايده حلوه جدا. تمام. في الساو بالميتو، الساو بالميتو لما بوقفها الشعر ما بيقعش. دي من الحاجات اللي خلوا بالكم من النقطه دي بالظبط، عشان في حاجات ممكن لو مش حلوه او الجوده بتاعتها مش حلوه الشعر يعني يبقى كويس ساعتها وبعد كده يبوظ. بالظبط. ده ما فيهوش الموضوع ده. ساين ومسيهير انت خلاص بتعالجي او انت بتعالج خلاص، هو اتعالج، هو مش خلاص هيرجع ينتكس تاني. ما فيش انتكاسه او الكلام ده، او مش لازم افضل مستمره يعني على طول. ومش لازم كنت هسالك برضه، هو لازم افضل مستمره عليه على طول ولا انا خلاص اتعالجت؟ لو الناس اللي عايزه تحافظ على شعر صحي، شعر لامع باستمرار، وقايه، تمام، تستخدم ساينوماسي هير اكيد طبعا. انا رايي كده على فكره، لانه يعني ما احنا بنستخدم كريمات لشعرنا وسيرم ومش ولا عارفه ايه، بدل ما املى ترابيزتي وحاجتي قدامي بازايز كتير وحاجات كتير منتجات كتير، لا. انا عندي منتج واحد قدامي بيعمل لي كل الاكشنز دي، وغير كده كمان هو يعمل لي وقايه يعني. حتى لو مش بستخدمه للغرض العلاجي، لا، وقايه يعني انا اقدر لو انا ما عنديش حتى مشكله استخدمه كوقايه. وقايه هيقي الشعر من كل العوامل الضاره اللي ممكن يتعرض لها. طيب انا بشكرك يا دكتور احمد على وجودك معايا، ضيفي العزيز دكتور احمد رشاد. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل، استنونا. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا 10 سنوات. Maci Dora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Maci Dora Gold يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد، المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشره. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزاره الصحه المصريه والاتحاد الاوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Dora Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of Maci Dora Gold, your skin would look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها
سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم غولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. فقرتنا دي هنتكلم فيها يمكن عن حاجة بتؤرق رجال كتير جدا، وهي ظاهرة التثدي عند الرجال أو الجاينيكوماستيا يعني باللفظ العلمي. في رجال كتير جدا بيبقى عندهم مشكلة انه منطقة الصدر عندهم بتبقى زيادة شوية، فطبعا ده بيعرضهم لإحراج كبير يعني، وكمان بيدي شكل أنثوي إلى حد ما. فطبعا الحالات دي بتتعمل بشكل بسيط جدا بشكل جراحي من خلال عمليات بسيطة، وهي عمليات شفط دهون في هذه المنطقة، وبيتخلص الرجل تماما من هذه الظاهرة أو الحاجة اللي مضايقاه بشكل كبير. احنا النهاردة نتكلم عن حالات تثدي الرجال وازاي من خلال عمليات شفط الدهون بيتم التخلص من الموضوع ده، مع ضيفنا العزيز اللي معنا في فقرتنا دي دكتور ايمن انديل استشاري جراحة التجميل في المركز الطبي. اهلا يا دكتور ايمن. اهلا وسهلا. الحقيقة الموضوع كويس جدا وهيهم رجال كتير، لانه انت عارف قد ايه نسبة الناس يعني الرجال اللي عندهم الموضوع ده كتير جدا، انتشر جدا 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 في الفترة الاخرانية خصوصا بين الشباب. الغريبة بقى ان هو ظهر بين الشباب بطريقة مش طبيعية، اللي سنهم صغير. كنا زمان بنشوف الحالات دي في العيانين اللي عندهم كبد تعبان، في كلى تعبانة، مش عارف ايه. دلوقتي شباب صحتهم كويسة، إنما ظاهرة التثدي دي بقت موجودة عندهم، وده طبعا نتيجة لأسباب كتير يعني. قبل ما نشرح الأسباب بتاعتها لازم نكون الناس تكون عارفة إن الرجالة عندهم هرمونات أنوثة كمان يعني. يعني ده أصلا موجود، يعني هرمونات الأنوثة. ويمكن الصور اللي احنا شايفينها دي هي ده اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، عشان اللي مش فاهم او مش عارف، هو ده دي الحالات اللي بنتكلم عنها النهارده. تمام. طبعا دي ايوه، هو المفروض ان في الرجاله هرمونات الانوثه دي بتتكسر في الكبد. طبعا يا دكتور هي نتائجها هايله، من الواضح ان هي عمليه يعني طبعا بيبقى المنظر، شوفي حضرتك المنظر طبعا يعني المنظر بيبقى تمام بشع جدا، وخصوصا فدي قبل وبعد يا جماعة، يعني شايفين قبل كان عامل ازاي وبعد كان عامل ازاي. والعملية اصلا بسيطة جدا يعني. بس احنا قبل ما نقول بنتكلم عن العملية عايزين نقول يعني اسباب الكلام ده ايه. ان طبعا الجانك فود ده مأساة. بكرهه اللي هو الفاست فود، الحاجات السريعة. بس هو لو هو باستمرار يعني، واحد ممكن ياكل يعني ياخد جانك فود بس مشي يعني مرة في الشهر مرة. انا اعرف ناس يوميا عايشة عليه، لكن في يوم في ناس عايشة عليه يعني. الادوية الكتير، المخدرات طبعا، والحاجات ده هي وراثة ساعات، كل دي وراثي الموضوع، وراثي شوية يعني. بس بيبقى وراثي، بيبقى زياده الوزن كلها بتبقى جزء من الوراثه. كل ده بيعمل حمل جامد على الليفر، على الكبد. والكبد مسؤول عن ان هو يكسر هرمونات الانوثه، تمام، اللي موجوده في الراجل عند الرجال. عند الرجال فما بتتكسرش، وبالتالي بيتحول صدر، لان صدر الراجل برضو في التشريح لازم نكون فاهمين انه في برضه غدد لبنيه زي بتاع الستات بالظبط، بس مش اكتف، لان مفيش هرمون يشغله اصلا. أيوه يعني. فطبعا الاسباب دي كلها بتخلي الغدد اللبنيه والدهون تزيد في المنطقه دي، وتدينا المنظر البايخ ده اللي هو ملوش اي معنى اصلا يعني. وطبعا العلامات والاعراض بتبقى باينه طبعا يعني، الموضوع بيبقى بايخ في البيت، وبايخ في على البلاج، وبايخ في كل حته. في درجات للموضوع ده يا دكتور يعني؟ الجيناكوماستيا او التثدي الرجال له اربع درجات. درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه. معنا صور
هنشوفها واحنا بنتكلم دلوقتي. الاربع درجات دولت. والحقيقه ان كل معنا الصور كل طريقه ليها طريقه علاج. طبعا اللي فوق على الشمال ده درجه اولى، وبعدين درجه ثانيه على اللي جنبها، بعدين درجه ثالثه اللي تحت، درجه رابعه الرهيبه اللي طبعا بتبقى موجوده وبنشوفها، بنشوف كل الكلام ده. تمام. درجه اولى دي بتتعالج بطرق بالميديكيشنز يعني بالادويه. تمام. دي احنا بقى بنتكلم على مثلا الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه دلوقتي. الثانيه والثالثه دي بيتعالجوا بالعمليه دي. دي عمليه جرح صغير جدا بنشط منه الدهون. جرح صغير بيبقى في مكان طبعا نص سنتي. نص سنتي بالظبط يعني. بنحقن طبعا السوائل اللي احنا بنحقنها دايما في شفط في اللايبوسكشن، يعني بنحقن السوائل وبعدين بنشط الدهون من فتحه نص سنتي. نص سنتي في النابل نفسها يعني؟ لا، نص سنتي في مكان تاني، يعني في مكان اندر ارم مثلا او كده، اندر ارم او تحت الصدر على طول. بحيث ان احنا اصابات ساعات بيبقى الجايناكوماستيا دي ليها تيل كده، ليها ديل لورا شويه كده. فلازم نحط عشان نفتح فتحه واحده صغيره نص سنتي. بنحاول ان احنا نوصل لكل الاماكن من الفتحه واحده بس. بدل ما نفتح فتحتين في كل جنب. في كل جنب طبعا. اوكي. بيزيد عن في العمليه دي ان احنا بنشيل الغدد اللبنيه. ودي ممكن نشيل الغدد اللبنيه دي من نفس الفتحه بتاعت لو هي الشفط. قريبه بتاعت الشفط، يا اما بنعمل فتحه تانية صغيره خالص حوالين الاريولا او الهاله السوداء او الغامقه اللي موجوده حوالين الستر. طب هل ازاله الغدد اللبنيه دي ليه اي اضرار او اي مشاكل؟ ده بالعكس، ده هي بتقلل نسبه حدوث الكانسر فيها، وبتقلل وبتقلل طبعا الارتجاع نفسه، ارتجاع الحاله نفسها. يعني الحاله نفسها ما بترجعش تاني يعني. يعني التثدي ده عند الرجال او الجينيكوماستيا دي لما بتتعمل عمليات شفط ما بترجعش تاني؟ ده ما بترجعش تاني خلاص. هو عامه عمليات الشفط يا دكتور لما بتتعمل في مكان مستحيل انها ترجع في لا لا ما ترجعش تاني، سواء اتعملت بقى في بطن، اتعملت في صدر، اتعملت في ما بترجعش. لا صعب. لا ما بترجعش تاني، لان انتوا بتعتمدوا، انتوا بتشيلوا الخلايا الدهنيه نفسها. ايوه. صح؟ عدد الخلايا الدهنيه بيبقى ثابت. فانا لما اشيل من 20 تريليون خليه مثلا، اشيل نصهم 10 تريليون، خلاص هم حجمهم كده. ده ثابت منه، وهي من البني ادم هو بعد سن البلوغ مثلا. الخلايا ما بتنقسمش وتتجدد وتعمل كده. طب في كرسي بقى بيتلبس في الحالات دي برضو، ولا الحالات دي حاجات بسيطه؟ له باندج معين في حالات الجايناكوماستيا. له رباط معين بيتعمل حوالي اسبوعين وبيفكوا يعني، بيشيلوا تاني. طيب احنا عندنا تقرير هنروح له ونرجع نكمل كلامنا مع الساده المشاهدين. هحكي لكم حكاية. دي ندى بقالها كتير قوي نفسها تخس، وعندها مشكلة في منطقة البطن والأجناب والظهر، والمشكلة دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفة تتنفس. حتى وهي خارجة في لبس معين بس اللي المفروض تلبسه، وطبعا اللبس ده اللي بيلم الدنيا ويداري الديفوهات زي ما بنقول. حتى وهي بتشتري لبس كانت دايما بتجيب مقاسات اكبر من سنها، وطبعا ابعد ما في خيالها ان يجي اليوم اللي تلبس فيه المايو اللي بتحبه. من كتر ما كانت زهقانه فقدت الامل وبقت تاكل اكتر من الاول، لانها مش عارفه تخس ولا تعمل دايت. دي ما كانتش بتعرف تحط رجل على رجل، كانت ما بتحبش تنزل من البيت، وده كله بيرجع لثقتها اللي كانت مهزوزه بنفسها وشبه مش موجودة أصلا. وجي يوم كان نقطة تحول في حياتها، وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون لقت المركز الطبي الدولي وحالات بتتكلم عن عملية شفط الدهون، وفعلا راحت المركز الطبي الدولي وقابلت الدكتور. وأقنعها بالعملية وعملتها. We'll be right back.
بصراحة ما كانتش مصدقة انها تشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة. بس بعد 10 ايام ندى بقت واحدة تانية خالص. تعرف تحط رجل على رجل. وبتنام لحد ما بتشبع نوم. وطبعا سيبكوا من كل اللي فات. دي مش مصدقة ان بقت تلبس اللبس اللي بتحبه. أو للمركز الطبي الدولي. شكرا للمركز الطبي الدولي اللي رجع لها ثقتها في نفسها مرة تانية. دكتور أيمن، عمليات التخلص من التثدي عند الرجال دي بتتعمل في سن معين ولا ممكن مثلا انت عارف المرحلة اللي هي بعد مرحلة الطفولة شوية ومرحلة البلوغ بيبقى فيها ايه؟ العيال بيقعدوا ينمروا على بعض ويتريقوا على بعض ومش عارفة ايه. فهل دي حالة تانية؟ دي حالة تانية خالص. دي حاجة تانية خالص؟ حالة البيوبرتي دي حالة تانية خالص، ملهاش دعوة بالجيناكوماستيا. دي بتبقى في حالات البيوبرتي او البلوغ بيبقى فيه لسه خلل في الهرمونات، لسه الهرمونات مش عارفة تعمل ايه وكده. فبيحصل شوية التهابات في الغدد اللبنية دي. وبتروح يعني بتروح لوحدها، يعني ممكن تروح لوحدها خالص. تروح. طب هما ينتظروا لحد سن قد ايه؟ يعني انت عارف الموضوع محرج، فانا لو ابني مثلا عنده الموضوع ده وما راحش لحد سن قد ايه اعرف ان هو بيعاني من الجاينيكوماستي او عنده تثدي؟ بعد سن البلوغ مثلا بثلاث اربع سنين، لو فضل المكان الموضوع ده موجود يبقى هو في خلل في الهرمونات ما اتظبطتش. يعني في سن صغير ممكن تتعامل، مفيش اي يعني مشكله خالص. في العشرينات يعني. يعني 17 19 20. يعني ده سن كويس. ده اللي انا اقصده، السن ده اللي انا اقصده. بعد سن البلوغ. يعني بعد سن البلوغ، لكن قبل سن البلوغ ما نقدرش نقول ان دي جيناكوماستيا، دي ممكن يكون التهابات بس. هي بتيجي مع التخن يا دكتور؟ يعني ممكن لو طبعا. الشخص تخن. ما هي جزء من التخن. هي جزء من التخن، لان التخن ده برضو بيعمل خلل لهرمونات في الستات وفي الرجاله، يعني بيعمل يعني حتى في الستات تلاقي البيريود مواعيدها بتتغير وفي الرجاله نفس الكلام، لان كميه الهرمونات لما تتوزع على الجسم ده كله ما بتبقاش منتظمه، ما بتبقاش مظبوطه زي ما المفروض تكون موجوده. يعني مفيش اي تعليمات بتقولها للمريض قبل ما يعمل عمليه زي دي او بعد ما يعمل عمليه زي دي؟ العمليه دي بسيطه جدا 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 وبتاخد يعني ساعه الا ربع بالكثير قوي، يعني او ساعه. هي يمكن من اكتر العمليات على مستوى العالم كمان، منتشر قوي. هي كمان شكلها وحش، واحنا بنتكلم على الجيناكوماستيا في الرجال. يعني المنظر طبعا الشباب كمان اصلا في سن 24 و25 و30 عايز بقى يلبس بوديهات بقى ويروح بقى يقعد على البحر يعمل شو وبتاع. المنظر بيبقى بشع، ودلوقتي بقينا بنشوفه كتير جدا زياده عن اللزوم يعني. يعني على البلاج وتلاقي يحطوا فوط بقى عشان يغطوا نفسهم ويعملوا مش عارف ايه. مزعج ونفسيا يعني بيبقى مش لطيف. لا خالص شكله بايخ يعني. هو بياخد وقت قد ايه في اوضه العمليات؟ ساعه بالكتير قوي، يعني الصدر الناحيتين يعني يمين وشمال يعني ساعة. يطلع بعد العملية عادي جدا ويمشي يروح.
ومعاه عربيته يركب عربيه ويروح، بس بيبقى في باندج بس بينفكه له بعد 10 ايام. ما بيبقاش كرسي تقريبا، حزام كده، حزام كده. حاجه زي حزام، مش كرسي كامل. لا يعني حزام مطاط يعني، الا اذا عامل بطنه بقى مع، لا اذا كان عامل حاجه تانية دي قصه تانية. اذا كان عامل بطنه في ناس كتير بتجيلك من الرجال تعمل بطنها الكرش ده مع الجاينيكو ماستيا دي. بيفضل يعني بيفضلوا انهم، او انا حتى بنصحهم يعني، انما انت هتعمل ده مضايقك، ما ده كمان مضايقك، شيل ده كمان، ما ده كمان مضايقك يعني، ما ده برضو بيضايق، شيل ده شيل ده. مش هيحصل حاجه يعني، لان نفس القعده ونفس العمليه ونفس الجلسه يعني. ما فيش شك ان جراحات التجميل تطورت بشكل كبير، وخاصه شفط الدهون بقى حاجه سهله وسريعه، والناس بتعملها وترجع تاني يوم تروح شغلها وتمارس حياتها بشكل طبيعي، ما بقاش ازمه ولا قلق ولا وجع. بمناسبه التخدير، هو التخدير في الحاله دي بيكون ايه؟ لا التخدير ده بيبقى كلي، كلي، لانه كل ما اشتغلته فوق بتدوا تخدير كلي. تحت الصوره بيبقى ممكن نصي. انا بشكرك يا دكتور ايمن على وجودك معايا النهارده، ضيف العزيز دكتور ايمن قنديل. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل، استنونا. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. التميز شيء لطيف جدا، شيء جميل انك تبقي متميزه دايما او تبقى متميز دايما، سواء انت متميز بشخصيتك او باسلوبك مثلا او باسلوبك او بطريقتك او بطريقه لبسك او بطريقه كلامك او بروحك الحلوه، واهم حاجه يعني في التميز ده انك تبقي متميزه في شكلك، بمعنى انه انت تبقي مختلفه. مختلفه ازاي؟ مختلفه لانك بتهتمي بنفسك دايما، انيقه، مهتمه دايما انك تعرفي وتدوري ايه الجديد وتسعي انك تكوني شكلك احسن وافضل. والشكل من الحاجات اللي بتميز البني ادم طبعا بنسبه كبيره جدا، انه شكل السيده دي او الرجل ده يبقى حلو او هو واخد باله من نفسه، معنى كده ان هو شخص متميز. فعشان كده دايما بقول خليكي نجمه او خليك نجم في محيطك او في وسطك او في مجالك، مش شرط تكون نجم سينما او مسرح او تلفزيون، وده اللي انا بقوله دايما، انت تقدر تبقى نجم في محيط معارفك، في دائرتك، في شغلك، في حياتك.
من خلال تميزك انت هتبقى نجم. الست عشان تبقى متميزه لازم تبقى مهتمه بنفسها طبعا، واهم خطوه علشان تهتم بنفسها هي انه تهتم ببشرتها، تهتم بجلدها، تهتم بوشها، سواء كانت محجبه سواء كانت غير محجبه، لو حتى منتقبه هي وشها ده مهم جدا بالنسبه لها، مهم للناس اللي عايشين معاها في البيت، مهم لنفسها لما تبص لنفسها في المرايه، مهم لزوجها ونفسها طبعا اهم من اي حاجه، ان هي تبقى تبص في المرايه كده تبقى مبسوطه، تبقى راضيه، تقول يا الحمد لله ان ربنا محسن من صورتي ومحسن من شكلي. من اهم الحاجات او من الاساسيات اللي كل سيده انا في نظري ان هي لازم تقتنيها وتبقى عندها علشان تديها التميز ده، هو ماسي دورو جولد اللي هنتكلم عنه النهارده مع ضيفتي العزيزه اللي بسعد بلقائها دكتور دينا ابو السعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم. ازيك يا دكتوره دينا؟ حبيبتي يا يمنى، ايه الاخبار؟ الحمد لله كله اخبار الفل. التميز ايه؟ اعتقد ان ماسي خلى الستات اللي بيستخدموه متميزين قوي. طبعا صح، متميزين عندهم كاريزما، واهم حاجه واثقين من نفسهم. الست بتثق في نفسها، وانس ان هي عندها ثقه بنفسها اليوم بيبقى حلو، بتقدر تدي في شغلها، بتقدر تدي في بيتها مع اهلها في اي حاجه. وانس ان الست الثقه ما بقتش عندها بتحصل مشكله كبيره. ماسي دورو جولد تميز في عالم التجميل فعلا. ماسي دورو جولد من اقوى منتجات التجميل في العالم. ماسي دورو جولد بقى حديث مش مصر ولا الوطن العربي، العالم كله. الناس كلها يا يمنى بتتكلم على ماسي دورو جولد، الناس كلها بتتكلم على الفيدباك. يعني اهم حاجه كمان في ماسي اراء العملاء يا يمنى. طبعا مش قادره اقول لك اراء العملاء قد ايه الناس مبسوطه، قد ايه ستات طايرين بماسي، قد ايه بيكلموني يقولوا لي يعني بجد يا دكتوره دينا اشكر لنا شركه ماسي فارم ان كنتوا وفرتوا لنا منتج يغنينا عن حاجات كتير، كنا بنضيع وقت في تقنيات تانية. طبعا ماسي دورو جولد السهل الممتنع، الكريم اللي بيقدر يديك ثقه بنفسك، يقدر يحليكي من اول دهنه. وهو كمان الثقه دي بتخلي الواحده فرفوشه. انتوا عارفين اللي مش واثقه في نفسها بتبقى نكديه، والله يعني مع احترامي يعني، بس الثقه في النفس بتخلي الواحده مفرفشه كده ومنطلقه ومش هاممها، وعاوز تخرج ومش هاممها اي حاجه. لو هي بقى مش واثقه في نفسها خلاص، ولا عاوز تخرج ولا عاوز تروح، وتصبح يعني اصبحت هي نكديه بقى خلاص، بقى روتين جدا. يعني مش عايزه، لا مش عايزه انزل، عايزه اروح الشغل، لا النهارده شكلي مش عارفه ايه، انا هاخد اجازه، انا ايه عندي ميتنج النهارده مهم، وهقابل مثلا عملاء مهمين او ميتنج مهم في الشركه وشكلها مش حلو. مهمه قوي الشكل، على طول بقول الشكل الفيرست امبريشن ده اللي بيدوم. وفكره كمان انه 10 سنين هتوقعي 10 سنين من شكلك ده، دي هوس يعني طبعاً. عامله هوس يا يمنى، عايزين نوقع يوم. والله على رايك. عايزين نوقع يوم، عايزين نوقع اسبوع. انت ماسي دورو جولد بيقدر ينزل من شكلك 10 سنين في الشكل. يعني ايه تنزلي؟ يمكن الناس تقول يعني ايه يا دكتوره دينا انزل 10 سنين؟ مثلا واحده عندها 18 سنه بتستخدم ماسي دورو جولد قبل ما تشتري تقولي هو انا هتقولك يعني انا هرجع بقى 8 سنين مثلا يعني؟ لا، هي الشكل بيصغر لما بتعالجي علامات التقدم في السن. شكلك بيكبر يعني ايه، او اي سيده شكلها بيكبر يعني ايه؟ بدا يطلع لها تجاعيد، بدا يطلع لها هالات سوداء، بدا يطلع لها بقع، نمش، وش شاحب، وش بيل مطفي، كل الحاجات دي شكلك كبر. بالظبط. فانت لما بتكبري سنيا في البطاقه وشكلك رونق، حاجه جميله قوي على فكره، خلاص حاجه زي الفل. هو ده اللي احنا عاوزينه. واحنا عاوزين ايه يعني؟ مش عايزين بقى عندنا كام سنه، المهم احنا شكلنا عامل ازاي. بالنسبه للبنات الصغيرين اللي بيستخدموا ماسي دورو جولد اللي عندهم 18 سنه، اكيد شكلك مش هيصغر، بس هتفضلي محافظه على رونق ال 18 وال 20، احلى صحه في البشره السن ده، فهتفضلي على مدار سنين طويله انت محتفظه بشكلك وهو صغير. دي حاجه مهمه قوي، ان احنا هنستخدم ماسي دورو جولد مش بس علاجي، وقائي. مهم قوي، الوقايه خير من العلاج. انا شكلي حلو، انا هستخدم ماسي كمان 10 سنين، طب وليه نستنى لما المشكله تطلع؟ المشكله بتطلع بتاخد وقت في العلاج. احنا نستخدم ماسي دورو جولد من سن 20 سنه او حتى 18 سنه. طب احنا عاوزين نقول للناس الحاجات اللي هو بيعملها، هو في ست وظايف كده او ست حاجات بيعالجها يا جماعه. ايوه، فعاوزين نعرفها مع بعض. ماسي دورو جولد اهم فوائده 6 اكشنز. في المقام الاول انتي رينكل، هل ماسي دورو جولد كريم ماسي دورو جولد بيعالج التجاعيد؟ ايوه، ماسي دورو جولد حتى مكتوب على العلبه يا يمنى اول اكشن، يعني حتى الانتي رينكل التجاعيد ما اتحطتش في ثاني اكشن. اول حاجه اكتر مشكله الستات بتتضايق منها جدا ورجال التجاعيد، فاول اكشن تجاعيد، ثاني اكشن انتي ايج يعني بيحارب علامات التقدم في السن، ثالث اكشن وايتنينج، كلنا عايزين نبقى
التفتيح يا جماعه اللي هو بيفتح لون البشره ومنورين. بعد كده في نورشنج بيدي نضاره، النضاره بنشوفها من اول دهنه، من اول استخدام بتشوفي النضاره. موسترايزنج اهم حاجه ان بشرتك تبقى مترطبه وفيها كولاجين عشان تبقى مرنه. هو في اكتر من 10 مكونات بتعمل رطوبه. في اكشن مهم قوي اللي بحبه جدا، الفيس ليفتنج، الشد، شد الجلد. طب ويشد بقى بطريقه لطيفه صح قوي. يعني على فكره في عملاء من اول اسبوع الدكتوره دينا انا وشي حاساه كده ايه مشدود شده حلوه. طبعا احنا هنقول دلوقتي ازاي بنستخدمه. فهو هو بيتشد على فوق، لان انت عارفه مع التقدم في السن بيحصل تهدل. واي حد بيعمل دايت جامد، اي سيده مليانه دخلت على جراحات سمنه، ده نستخدم ماسي قبل ما نعمل الدايت او جراحات سمنه عشان الوش ما يقعش. لان انت عارفه لما بتعملي دايت الليبيدز والدهون بتفقد. هو كمان هو ساعات يعني بيخلي الوش بهتان، يعني العمليات او الدايت او كده غصب عنك انت بيبان عليك الارهاق، بيبان عليك التعب، والكولاجين بيقل، والليبيدز اللي موجود معدلها الطبيعي بيفقدها في الوش، فبتلاقي جسمك حلو قوي. هو انت ما الوش خاسس كده ليه؟ ما دي مشكله، فدي بقى مشكله، فاحنا لازم نعوض ب طبعا ماسي بيدي نضاره، بيدي حيويه للبشره، بيرجع البشره، بيردها مش النفخ كده لا، بس هو بيرد البشره. مهم قوي ان احنا نستخدم ماسي برو جولد، وبالذات البنات اللي ما بتحبش تقعد تحط ميك اب، او سيدات ماسي برو جولد انت فعلا لو خليتيه في البرنامج اليومي بتاعك هتحطيه صبح وبالليل، او هتحطيه مره واحده بس بالليل، خلاص انت بيبقى عندك ثقه مش موجوده في ست تانية ما بتستخدمش ماسي برو جولد. الثقه دي مهمه، اهم حاجه الثقه. طيب هل الناس اللي بتحقن بوتوكس وفيلر ده بيتعارض مع حقنهم في حاجه؟ بالعكس، لازم ان شاء يعني على طول بقول ماسي درو جولد صديق الفيلر والبوتوكس. اولا ماسي درو جولد فيه فيلر، فيه ماده بوتوكس لايك اكشن. ثانيا ماسي درو جولد فيه مواد مهمه جدا من مضادات اكسده، من فيتامينات، من معادن مش موجوده في حقن الفيلر والبوتوكس. فاحنا لازم نستخدم ماسي درو جولد مع الحقن، لانه هيطول لك مده الحقن. ممكن الحقنه تكفي 6 شهور مع سيدات مدخنات هتكفي 3 شهور مثلا، لان التدخين اوريدي بيكسر الهيلورونيك اسيد والكولاجين. مع ماسي درو جولد انت ممكن تحقني مره كل سنه بس. يعني مش والحلو يا يوم انك لو استخدمتي ماسي مع حقن الفيلر والبوتوكس، انت بعد فتره هتلاقي نفسك لا انا اي الكريم حلو قوي كفايه. دي حاجه حلوه قوي. طيب احنا هنروح لتقرير ونرجع نكمل الكلام. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturizing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، لانه بيساعد على استعاده نضاره الوجه لتبدو اصغر سنا ب 10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد your skin will look radiantly softer and firmer. ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم ايطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم غولف ومقرها دبي الإمارات،
ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. في ناس كتير بتقول طب هل في بقى سن معين يعني انا لازم اكون كبيره في السن معديه مثلا سن معين عشان اقدر ان انا استخدم ماسي درو جولد ولا اي سن، او انا مثلا في سن معين بعد ما معديه ما ينفعش ان انا استخدمه؟ لا خالص. ماسي درو جولد مناسب لجميع الاعمار بس ابتداء من 18 سنه. عندنا عملاء في شركه ماسي 30 كتير، عندنا عملاء 40 50 لحد 80 يا يمنى. ماسي درو جولد مناسب لجميع الاعمار. مش قادره اقول لك ايه اكتر عمر بياخد ماسي لان فعلا كل الاعمار بتستخدم ماسي، لكن احنا بنستخدمه من سن صغير لجميع الاعمار ما فيش اي مشكله. بالعكس يعني الست اللي عندها 60 سنه او السيده اللي عندها 70 سنه بتستخدم ماسي لان اوريدي عندها ديستراكشن ليفل في الكولاجين، محتاجه كولاجين، محتاجه معادن، محتاجه امينو اسيدز، محتاجه فيتامينز، محتاجه هي والبشرتها محتاجه الذهب، محتاجه كل الكلام ده. فطبعا ماسي درو جولد بالعكس يعني اي سن انت محتاجه فيه ماسي درو جولد اكيد. بمناسبه الجولد بقى والذهب ويقعدوا يقولوا لي هو ذهب بجد؟ يعني ذهب ذهب يعني ولا ذهب ايه يعني؟ يعني ايه موضوع الذهب بقى؟ ماسي درو جولد اتعرف بكريم الذهب. الذهب مش معروف بس دلوقتي علاجه للبشره، الذهب من ايام الطب القديم بنعالجه في التهابات البشره، الذهب من ايام الفراعنه كانت الملكه كليوباترا بتستخدم قناع الذهب يوميا قبل ما تنام. الذهب ايه فوائده للبشره؟ احنا طبعا احنا بنتجمل لما بنلبس حلي فيه ذهب، فتخيلي انت ايونات الذهب بتخترق البشره وبتعمل حاجات كويسه جدا، اولا بتحفز على انتاج الكولاجين. طبيعي بعد 22 سنة نسبة الكولاجين طبيعي بتقل في البشرة. هي بتحفز على إنتاج الكولاجين، بتشتغل على الميلانين فبيفتح البشرة بينورها. الذهب أنتي رينكل، إيه المواد اللي تقدر تعالج لي تجاعيد يا دكتورة دينا من غير حقن فيلر وبوتوكس؟ الذهب. الذهب أنتي رينكل، أنتي رينكل من الدرجة الأولى. الذهب بيحفز على دخول الأكسجين. أول ما بتلاقي الخلية الخلية دخل فيها أكسجين وشك بينور. فهو بيحفز على دخول الاكسجين. الذهب من اول دهنه بينظف لانه ديتوكس، بيشيل كل السموم والشوائب والاتربه من على البشره. الذهب فيه مضادات اكسده، يعني هو بيعالج وبيعمل وقايه. مضادات الاكسده بتعمل وقايه، فتخيلي كل الحاجات دي في الذهب فقط، يعني في عنصر واحد من عناصر ماسي درو جولد. عنصر واحد وهم 56. طبعا يعني ما في، يعني انا كان اول مره اشوف كريم فيه 56 مكون هو ماسي. بصراحه هو ماسي صح، فيعني ده 10 كريمات في كريم يمكن. هو ماسي درو جولد الست اكتر لان هو فيه 23 عنصر فعال. فكل عنصر فعال كان بيتعمل له كريم لوحده، فانت كان عندك 23 كريم. 23. والكافيار ده قصه ثانيه برضو. الكافيار لا، الكافيار ده موضوع. اي واحده فينا بتقعد على بحر من غير ما تبقى حاطه ميك اب، قعدت على بحر بتبقى عايزه تتصور. هو بتمسك الكاميرا وتقعد تتصور لانه بيحلي. اولا البحر كله يود، كله معادن، وكل الابخره بتاعه البحر بتطلع على وشك. فتخيلي انت بتاخدي الكافيار ده من قاع البحر اللي هو بيض السمك بتحطيه دايركت يوميا. ده الكافيار ده حاجه غاليه جدا للي عارف طبعاً. طبعا يعني الكافيار ده حتى اكله غالي جدا طبعاً. يعني طبعاً. فانتوا هو مركز هنا، مركز. الحلو كمان في ماسي ان كل ضغطه فيها كافيار، كل ضغطه فيها ذهب، والمكونات اللي هنتكلم عليها لانه في فعلا سر التركيبه ان الحاجات دي ما اتحطتش كده عشوائي. ماسي درو جولد اتصنع في 6 سنين. الكالكوليشنز مهمه جدا في تصنيع كوزماتكس، الحسابات والنسب بتاعت كل ماده. يعني لو ماده نسبتها قلت او نسبتها عاليه، لا انت بتاخدي النسب المظبوطه انك تديكي البيست ريزلتس. الكافيار انتي رينكل، مضاد للتجاعيد، وايتنينج، بيفتح جدا لون البشره. هوليوود ستارز كتير اصرحوا ان هم فعلا استغنوا عن الميك اب وبيحطوا ماسكات كافيار. في انتي اوكسيدنت، وكمان بيحفز على انتاج الكولاجين من اول وجديد من خلايا الجلد السفليه كمان. بس هو مش ماسك. لا. عشان برضو الناس بتسالني طب هو ماسك بيتشال ويتحط كمان ساعتين ثلاثه؟ اطلاقا. ماسي درو جولد مش ماسك. ماسي درو جولد يعني ممكن في ناس بتنزل مراكز تجميل تعمل ماسك ذهب مره. ماسي درو جولد انت بتحطي كريم يوميا، هو ما بيتغسلش، انت بتحطيه على، انت بالعكس بتغسلي وشك بالغسول المناسب لبشرتك وبتستعد، بتخلي البشره تستعد للماسي درو جولد. فهو اوريدي بيتحط وبيتساب. واهم حاجه ان احنا لو هنستخدمه مره واحده بنستخدمه بالليل يا يمنى. ده مهم. ليه بالليل؟ اولا سرعه استجابه البشره بالليل بتبقى عاليه قوي.
وماسي درو جولد سريع الامتصاص، مش هتحسي باي زيوت على البشره لانه بتصنع بطريقه النانو. طبعا ماسي درو جولد كمان لازم اقول انه بيحتوي على كولاجين. الكولاجين ده اللي هو ايه؟ اللي هو في الفيلر؟ لا، اللي في الفيلر دي ماده اسمها هيلورونيك اسيد، وبرده احنا ربنا خلقنا بيها وعندنا الهيلورونيك اسيد موجود، وبعد 20 سنه بينزل. الكولاجين ده بروتين اساسي لصحه الوش وصحه الشعر. 30% من حجم بروتينات جسم الانسان عباره عن كولاجين. بعد 22 سنه الكولاجين بيقل. ماسي درو جولد فيه كولاجين اللي بيدي للبشره نضاره، بيدي لها حيويه وبيخليها ناعمه وكلها رطوبه ويمنحها من ظهور علامات التقدم في السن. فهو اوريدي كمان فيه كولاجين وفي ماده الفيلر، دي حاجه مهمه جدا. يعني في الكولاجين اللي هو الكولاجين وفي الفيلر اللي هو الهايلورونيك اسيد. الهايلورونيك اسيد دي ماده الفيلر، دي مهمه قوي لنضاره البشره. وكمان يمكن في ناس مش عارفه ان ماده الفيلر مرطب هايل للبشره، لان الهايلورونيك اسيد دي ماده زي سفنجه بتمتص 1000 حجم ضعفها ميه. فانت مع ماسي درو جولد حتى لو بتنسي تشربي ميه مش هتحسي بجفاف في بشرتك. لان اوريدي الماده دي بتمتص الميه، اول ما البشره بتجف اوتوماتيك هي بتشتغل بتطلع ميه وترطب البشره. فدي ماده مهمه جدا لرطوبه البشره، اللي على طول بقول لازم البشره تبقى مترطبه عشان ما يبانش فيها علامات التقدم في السن. عشان كده على طول بقول البشره الدهنيه بتعاني ساعات من مشاكل كريمات بس ما بتعجزش بسرعه. بالظبط. طب هو في حاجه زي البوتوكس عشان الناس اللي عندها تجاعيد بتقول لك طب هو في بوتوكس؟ هما هو مفهوش مادة البوتوكس. في مادة اسمها أسيتال هيكسابيبتايد، ممكن أي حد تجوجل يعني على الأسيتال هيكسابيبتايد، بيعمل مصل ريلاكسنت وبيعالج التجاعيد. دي بوتوكس لايك أكشن مكتوبة على الأبحاث كمان على الإنترنت. وكمان ماسي درو جولد في مادة بتشتغل زي البوتوكس اللي هي الأسيتال هيكسابيبتايد. في مادة مهمة جدا اللي ما ينفعش نستغنى عنها إطلاقا، واقي الشمس. يعني الناس اللي بتطلع الصبح ما ينفعش ابدا نستغنى عن واقي الشمس. واقي الشمس الماده الواقي الشمس التيتانيوم دايكسايد. مهم قوي برضه اقول ان كل المواد دي مكتوبه على العلبه يا جماعه. يعني 56 مكون مكتوبين على العلبه وكمان على الازازه. على العلبه وعلى الازازه الاثنين. بالظبط. الازازه كده اللي هو ضغط، مش ما بتتفتحش كده. لا، وهي لا. كبيره كمان. كبيرة. 120 مللي دي حاجه عظيمه طبعا، كبيره، ولازم ناخد الكورس كامل. يعني يمكن يقولوا لي طب يا دكتوره دينا عملاء انا عندي تجاعيد وانا طب مفيش عبوه صغيره، طب حضرتك عايزه تعالجي التجاعيد لازم تصبري، العبوه الصغيره هتديكي نضاره. احنا عايزين نعالج مشاكل علامات التقدم في السن، لازم العبوه 120 مللي كورس كامل تتاخد كلها. طب بعد ما اخلصه مش هتحصل لي من المشاكل ترجع تاني؟ بعد ما بتخلصيه انت بقى عليك انك تهتمي، او الست اللي بتستخدم ماسي درو جولد او حتى الرجل عليهم ان هم يهتموا. فبعد ما بنخلص الكورس نشرب ميه كويس، ما نتعرضش للشمس كتير، ننام، يعني بنحاول على قد ما نقدر نحافظ على النتيجه اللي احنا خدناها. ماسي درو جولد نحافظ على النتيجه. بس عندي عملاء كتير وعندنا في الشركه ان هم بيكرروا 2 و3، ما عندي عميله واخده 7، فيعني اوريدي عندنا عملاء كتير بيكرروا وبيحبوا جدا استخدام ماسي درو جولد. طيب دايما بقول للناس ما تاخدوش حاجه او ما تشتروش حاجه الا اذا اتاكدتوا من مصادرها ومن انه هي متوافق عليها وان هي اتعمل عليها اختبارات. ماسي واخد 3 تراخيص مش ترخيص واحد. طبعا ماسي درو جولد اول حاجه واخد ترخيص من وزاره الصحه المصريه، تاني حاجه واخد ترخيص من الاتحاد الاوروبي، تالت حاجه واخد ترخيص من الامارات حكومه دبي. يعني ماسي درو جولد مترخص من جميع الجهات، ملوش اي اعراض جانبيه اطلاقا. يستخدم سيدات ورجال، وبالنسبه لستات الحوامل بنستخدمه من بعد الشهر التالي. ويمكن احنا التراخيص بنشوفها دايما كل يوم على الشاشه، وكمان عاوزاك تقولي الفروع للساده المشاهدين. احنا شركتنا الام، شركتنا الرئيسيه طبعا ماسي درو جولد متصنع فروم اي تو زد في ايطاليا. شركه ماسي فارم ايطالي مقرها ايطاليا. شركتنا في مصر ماسي فارم ايجيبت مقرها القاهره مصر. عندنا شركتين في دبي، ماسي فارم جلف مقرها جبل علي دبي الامارات. شركتنا الثانيه في دبي ماسي فارم جلف لمستحضرات التجميل مقرها دبي الامارات. قريب يا يمنى ان شاء الله هنفتح في امريكا في ولايه فيلادلفيا ماسي فارم امريكا. في ناس كتير قوي بتقول انه ان هي كانت متعوده تستخدم حاجات كتير وستيل بتستخدمها، بس هي عاوزه تعرف هل يعني لو استخدمت ماسي هي هتستغنى عن كل الحاجات دي؟ هيجيب معها التاثير مثلا والافكت بتاع ان هي كانت بتستخدم كريم ليل وكريم نهار وكريم للعين وسيرم ومش عارفه ايه، حاجات كتير كانت بتستخدمها ومتعوده عليها. فهم دلوقتي عاوزين يسالوا انا هستغنى عن كل ده بده فعلا؟ ماسي درو جولد بيغني عن الدي كريم وبيغني عن نايت كريم وبيغني عن سيرم تحت العين وكريم للرقبه، لان هو اوريدي فيه 56 مكون في المكونات بتاعت الحاجات دي واكتر. لكن ممكن في سيده تقول لي طب انا عايزه استخدم ماسي درو جولد بالليل بس انا متعوده على كريم نهار بتاعي.
هل بيتعارضوا مع بعض؟ لا يتعارض مع كريمات مرخصة وكريمات معروفة المصدر يعني. لكن فعلا مع ماسي دروجولد انت مش هتحتاجي تحطي حاجة غير ماسي دروجولد، لانه بيغني فعلا، لان المكونات الموجودة هنا موجودة في ماسي واكتر كمان. بس هو مش كذا، هي ازازه واحده عشان ما في ناس فاكره ان هو في هو كذا حاجه. ايوه صح. لا هو ازازه واحده، عبوه واحده طبعا. هي دي علبه ماسي دروجولد ودي الازازه، بتبقى الازازه جوه العلبه، يمكن عشان لما بنطلع بيبقى فيه اتنين. لكن هي الازازه دي بتبقى جوه العلبه بتاعت ماسي دروجولد، فهو ازازه واحده كورس كامل بيكفي على الاقل 6 شهور استخدام يومي. ومحدش يقول لي انا بستخدمه مره كل اسبوعين، اصلا عايزه مش عايزاه يخلص، مش عاوزاه يخلص. طب وده ينفع؟ مش هينفع. لا ينفعش الكلام ده. لازم ناخد الكورس زي ما احنا بنقول في التلفزيون او على الشاشه، ان هو يتاخد الكورس يوميا. لو نسينا يوم ما فيش، مش هيحصل قد مش قصه يعني. لكن ما ينفعش نستخدمه مره كل اسبوع عشان ما يخلص. انت عايزه تشوفي نتيجه، فعلى طول بقول نمشي على البروسيدجرز اللي احنا بنقول عليها. طب والناس اللي بتحب تحط ميك اب بيتعارض بقى مع الميك اب ولا مش هيخلينا نحط ميك اب، ولا ايه بالظبط نظامه مع الميك اب؟ ماسي دروجولد لا يتعارض اطلاقا مع الميك اب. انت بعد فتره الاستخدام مش هتلاقي نفسك لوحدك، او اي سيده هتلاقي نفسها لوحدها بتخفف الميك اب. يمكن هي الهالات السوداء بتعاني منها ستات كتيره جدا، فبتقعد كتير تحط ميك اب تحت العين. ماسي دروجولد العلاج الامثل للهالات السوداء، فانت بعد فتره مش هتلاقي نفسك بتحطي ميك اب. لكن هو يتعارض مع الميك اب؟ لا يتعارض اطلاقا. ممكن نحط ضغطه على الوش، نعمل بيز او عشان نحمي حتى من اختراق الميك اب للبشره، لان الميك اب كتير بيجهد البشره. والرجال بقى احنا عمالين نتكلم كله سيدات 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 يعني كده، يعني ناس ممكن تفهم ان هو بتاع سيدات بس ما ينفعش للرجال يعني. بالعكس، ماسي دروجولد مناسب جدا للرجال. عندنا عملاء من جميع المحافظات بيستخدموا ماسي دروجولد من جميع العالم. بالعكس، ده كول سنتر دلوقتي انا ساعات بقى برد على التليفونات كميه كبيره جدا، يعني مش هتقدري تقولي بس الستات اللي بتسال. انا عندي الكميه متناصفه يعني قد الستات قد الرجال. ماسي دروجولد عمل نتيجه كويسه جدا للرجال. ماسي دروجولد يقدر يعالج كل المشاكل دي للسيدات والرجال، هو نفس الجلد. لكن ممكن بس الجلد الرجالي بيبقى اسمك سميك شويه. وممكن يقولي طب يا دكتوره دينا النتيجه امتى؟ انا عندنا عملاء اتعالجوا ستات مثلا النمش من اول شهر راح النمش، في عميله تانية من بعد الشهر الرابع راح. فالمشكله على قدها يعني، مثلا لو التجاعيد عميقه شويه بتاخد وقت اطول. لو النمش او البقع فاتحه شويه يبقى نسبه الميلانين مش زياده، فانت لازم بتاخدي وقت يعني. ما اقدرش اجزم. وبعدين هو في جلد بيستجيب بسرعه وجلد ما بيستجيبش بسرعه على فكره. بالظبط. يعني دي على حسب طبيعتك انت بقى، مش طبعا يعني ملهاش طبعا علاقه باي حاجه. بس احنا بنشوف نتيجه النضاره من اول دهنه وشد البشره. بالنسبه للتجاعيد بتشوفي تحسن كل شهر عن الشهر اللي قبليه، والبقع وعلامات التقدم في السن. طب نوع البشره بيفرق؟ لو انا بشرتي جافه مثلا، او بشرتي دهنيه، او بشرتي حساسه زي ما بيتقال، او بتتاثر باي حاجه، ده هيفرق في معدل النتيجه؟ اطلاقا يعني. ماسي دروجولد الست سنين ابحاث احنا على يعني عملنا برودكتس لماسي دروجولد وطورنا، احنا ما طورناش، واحنا يعني احنا بعد ما وصلنا للنتيجه النهائيه انه ينفع لجميع انواع البشره. احنا عايزين نعمل منتج ينفع للبشره الجافه وهو كله مرطبات. منتج للبشره الدهنيه ماسي دروجولد متصنع بطريقه النانو، فالبشره الدهنيه مش هتعاني اطلاقا من اي اويلي ستيكس على البشره، وكمان متصنع بتقنيه النانو ان كل المكونات صغيره جدا فبتخترق البشره، مناسب للبشره العاديه والبشره المختلطه. لا بالعكس، هو بيدي نفس النتيجه مع كل الوان البشره وكل انواع البشره. الالوان الوان البشره طبعا الخمريه زي الشقره. بالظبط، بيدي نفس النضاره من اول دهنه وبيعالج كل المشاكل دي الخمريه زي الشقره. لكن لو مثلا سمراء انا هفتح بتفتحي، لو عندك بقع عندك هالات سوداء بيوحد لون البشره، بيعمل يونيفاي سكين. بص، هو بيخلي البشره رايقه ومنوره. صح، فيبان ان انت فتحتي. بالزبط. هو بيبان انك فتحتي درجة او اتنين. بالزبط. لان بشرتك بقت رايقة، راقت ونورت وفيها نضارة فبيبان ده ممكن ده لان انا شفت على ناس. وعلى فكرة ممكن واحدة تبقى مجهدة جدا وبيضة وشكلها غامق عشان البشرة مطفية. انت مع ماسي دروجولد بتنوري البشرة جدا، فهي اوريدي النضارة مع كل الوان البشرة مش مع البشرة الشقرة بس. قولي لي بصراحة، مين الطبقة اللي بتاخد ماسي؟ بما انه هو اللي بيتاخد عليكم انه انتوا سعركم غالي، فعاوز اعرف مين الطبقه يعني. يمكن ناس كتير فاكره ان هو طبقه معينه يعني، او ان هو مقتصر على نجمات او اعلاميات او اي كلاس. لا، ده انا عايزه اقول لك كل الطبقات.
يعني كله يعني برضو طبعا عندنا نجمات كتير بتستخدم سيدر جولد واعلاميين وكله. طبقه السيده البسيطه جدا اللي ما قاعده في البيت ما بتشتغلش بتحب تهتم بنفسها. عندنا محجبات كتير جدا لان المحجبات بيبقى بارزين وشهم قوي طبعا, فعندنا فئه كبيره جدا من المحجبات والمنقبات كمان وسيدات بتشتغل وبنات في الجامعه. يعني بنات في الجامعه يعني انا بشوف احيانا ان بنت حاطه فول ميك اب وهي رايحه الشغل او رايحه الجامعه فبتبقى شكلها اود شويه, ما منتقد ما ينفعش ما ينفعش. فهي بتبقى مبسوطه, هي بتبقى مثلا عندها مشاكل على فكره, مشاكل الهالات الصوت والتجاعيد بقى يظهر. بس هقول لك حاجه, هي معذوره هي عندها مشاكل في وشها, هي معذوره يعني. في ناس بتعمل كده معذوره طبعا, وفي ناس بتعمل كده هي بتحب كده بتحب الشو بتحب, لكن الشو. هي اللي بتعمل كده دي عشان هي بتداري, طب ما تعالجي بالظبط. فهو موضوع المشاكل علامات التقدم في السن بقى من البنات في الجامعه دلوقتي. بتشوفي بنات صغيره عندها هالات سودا, بتشوفي بنات صغيره عندها تجاعيد, عندها بقع, بتتعرض للشمس كتير. فماسي دروجولد موجود في كل الفئات دي ورجال كمان طبعا. طب احنا ما قلناش طريقه الاستخدام, نستخدمه ازاي يعني نوزعه على وشنا ازاي؟ طريقه سهله قوي طبعا, هي دي عبوه ماسي دروجولد, هو بامب ما بنفتحوش من هنا, بنضغط 4-5 ضغطات على كف ايدينا وبنبتدي نوزعه زي ما احنا شايفين مع الموديل. اهم حاجه ان الجنتل مساج يبقى من تحت لفوق عكس الجاذبيه الارضيه. عندك تحت العين بيستخدم حلو جدا, عند العظمه طبطبه رايح جاي, الدقن برضو من تحت لفوق. وما ننساش الحته, في حته برضو عشان انا ساعات بقول لك برد على العملاء بقيت اعرف ايه المشاكل. يعني في بنات عندها اسمرار عند الفم من عند المناخير للبق, تقول لي انا الحته دي سمره جدا. ومش عند المناخير والبق بس, ده هنا اهو في الحتت دي يعني الحتت دي كده بيبقى فيها غمقان. فاحنا ما ننساش الحته دي مهمه جدا. الحته دي مهمه جدا, القوره من تحت لفوق, الوش كله من تحت لفوق, العين بنبص لفوق كده طبطب عند العظمه رايح جاي, الدقن من تحت لفوق, الرقبه من تحت لفوق. بس انت اول ما هتحطيها هتحسي بسخونيه لطيفه جدا, يعني مش احساس يضايق, بالعكس بتحسي بتنشيط الدوره الدمويه. السخونيه دي بتروح بعد ما حضرتك بعد يعني ما حضرتك بتحطي الكريم بدقيقه مش اكتر من كده. بشكرك على وجودك معايا النهارده. ميرسي يا ضيفتي العزيزه دايما دكتوره دينا ابو سعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم. احنا حلقتنا خلصت, شوفونا يومين الساعه 3 عصرا والاعاده الساعه 12 مساء والساعه 8 صباحا. وكل الحلقات هتلاقوها موجوده على اليوتيوب, اي حد عنده سؤال او استفسار يبعتوا لي على صفحتي الشخصيه اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معكم يمنى طولان, سلام عليكم.